بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه جزيلا جميلا دائما بدوام ملك الله. حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. حمدا ملء السماوات والأرض وملء ما شاء من شيء بعده. حمد الأولين والآخرين. حمد ما في السماوات والأرض. صلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا وحبيبنا وقرة أعيننا ونور صدورنا وحبيب قلوبنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحابه والذين اتبعوهم بإحسان وعلى سائر الأنبياء والمرسلين وعلى كل وعلينا وعلى ذوينا وأحبابنا وعلى مشايخنا وسائر المؤمنين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ربي يسر ولا تعسر. ربي زدنا علما وحلما وفهما وعقلا وأدبا. ربي اتمم بالخير والسعادة والله ولي التوفيق ومنه التحقيق وبه التصديق. إنما الأعمال بالنيات والعاقبة للمتقين. إن نريد إلا الإصلاح وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت إليه. نعم. طيب، لدينا رواية وشرح باب ما جاء في تواضع رسول الله صلى الله عليه وسلم. باب ما جاء في تواضع رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. ما المراد بالتواضع؟ التواضع يعني تذلله وخشوعه. ضده التكبر والإعجاب بالنفس، يعني الكبر والعجب. ضده الكبر والعجب، يعني يعجب بنفسه. كذلك يتكبر على الآخرين. هذا تذلل، والخشوع هو معنى التواضع. وكان صلى الله عليه وسلم أشد الناس تواضعا، كما كان سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أشد وأكمل في جميع الأخلاق الحسنة والخصال المحمودة. نعم. كذلك فيه أيضا كان أشد وأكمل. قال بعض العارفين: لا يبلغ العبد حقيقة التواضع إلا إذا دام تجلي الشهود في قلبه. يعني لو دامت المشاهدة فالعبد يبلغ إلى حقيقة التواضع، يعني كمال التواضع، لأنه يذيب النفس، يعني دوام تجلي الشهود يذيب النفس ويصفيها عن غش الكبر والعجب، فتلين وتطمئن ولا تنظر إلى قدرها. نعم. النفس تلين، تكون لينة مطمئنة، ولا تنظر إلى قدرها. نعم. ثم نعم، بالسند المتصل إلى الإمام الحافظ الحجة أبي عيسى محمد بن عيسى ابن ثورة الترمذي رضي الله تعالى عنه وأرضاه ورضي عنا معه ونفعنا به وبعلومه في الدارين، قال: حدثنا أحمد بن منيع رضي الله عنه وسعيد بن عبد الرحمن المخزومي رضي الله عنه وغير واحد قالوا: أخبرنا سفيان بن عيينة رضي الله عنه عن الزهري رضي الله عنه عن عبد الله رضي الله عن عبيد الله رضي الله عنه عبد الله بن عباس عن عبيد الله عن عبد الله بن عباس رضي الله عنه عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه
قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. هذا الحديث يروي الإمام الترمذي رحمه الله عن قومه عن أحمد بن منيع وعن سعيد بن عبد الرحمن ثم وغير واحد هكذا قال يعني كثير من المشايخ غير هذين الشيخين عبيد وهؤلاء يروون عن سفيان بن عيينة عن الزهري عن عبيد الله عبيد الله عن عبد الله بن عباس. من هذا عبيد الله؟ عبيد الله كثير مع ذلك ليس عندهم عند الإطلاق شخص معين. عن عبيد الله في البخاري أنه عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود رضي الله عنه. نعم هو ابن عبد الله بن عتبة بن مسعود. نعم ثم قال إبراهيم الباجوري رحمه الله وكان على المصنف أن يعينه لأن عبيد الله بالرواة كثير ومع ذلك أليس هناك واحد ينصرف إليه هذا الاسم عند الإطلاق. نعم ماذا قال؟ لا تطروني هذا من أطرى يطري إطراء أطراء يطري إطراء ما معنى الإطراء؟ إطراء يعني مجاوزة الحد بالمهدي في المدحي أي لا تجاوز الحد في مدحي حتى تدعو أني إله لا تقولون هذا أو لا تقولون لا تدعو أني ابن الله هكذا لا تقول لا تقولون لا يقول أحد أني هكذا كما أطرت النصارى أطرى يطري إطراء كما أطرت النصارى ابن مريم أي كما جاوزت النصارى الحد في مدح عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام فجعله بعضهم إلها وبعضهم ابن الله فحرفوا قوله تعالى في التوراة عيسى نبي في التوراة هكذا عيسى نبي وأنا ولدته ولدته بتشديد الله هم حرفوا هذا الكلام جعلوا الأول بنية عيسى نبي هم حرفوا هذا وقالوا بتقديم الباء عيسى بنية هكذا قالوا إذن حرفوا كذلك ولدته بتشديد الله خففوا وقالوا أنا ولدته جعله ولدا له. نعم التوليد يعني خلق الولد. نعم ثم نعم في هذا المعنى في معنى هذا الحديث قال الإمام البوصيري رحمه الله في البردة دع ما ادعته النصارى في نبيهم واحكم بما شئت مدحا فيه واحتكم. نعم ثم وإنما أنا عبد الله إنما أنا عبد هكذا في رواية في رواية أخرى إنما أنا عبد الله وفي أخرى عبد لله هكذا يعني لست إلا عبدا لا إلها فلا تعتقدوا بي شيئا ينافي العبودية وقولوا أنا عبد الله ورسوله. نعم هذا سبب إطراء اليهود والنصارى في حق عزير وعيسى كذلك موسى عليهم الصلاة والسلام عزير وعيسى هذا أكثر يعني رؤيتهم خوارق العادات منهم من عزير ومن عيسى وما كانوا يعتقدون المعجزة من الأنبياء لذلك لأجل هذه الخوارق العادات هي في الحقيقة معجزة لهم هم جعلوها علامة الألوهية وجعلوهما إلهين أو ابنين لله كذا. ثم
هذا بسبب عدم معرفتهم بخوارق العادات. خوارق العادات أنواع: معجزة، كرامة، معونة، كذلك يعني إرهاصات، ثم استطراد وإهانة، هكذا قسمان آخران. الإهانة والاستطراد يظهران على غير المؤمنين، استطراد يظهر على يد فاسق، إهانة يظهر على مدعي النبوة كاذبا. نعم، هكذا أنواع. ثم وبه قال: حدثنا علي بن حجر رضي الله عنه قال أخبرنا زبيد بن عبد العزيز رضي الله عنه عن حميد رضي الله عنه عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن امرأة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت له: إن لي إليك حاجة. فقال: اجلسي في أي طريق المدينة شئت أجلس إليك. إذن هذا الحديث الأول ودليل يعني التواضع. وكذلك يعني أمر النبي صلى الله عليه وسلم الأمة ألا يجاوزوا في المدح، بل قال: أنا عبد لله تعالى. لذلك قولوا: أنا عبد الله. ومع ذلك يعني تعتقدون وتقولون هي أكمل خصوصيتي هي الرسالة. فإذا عبد الله ورسوله تم الأمر. نعم، هذا من تواضعه صلى الله عليه وسلم. ثم هذه امرأة جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ماذا قالت؟ فقالت له لرسول الله: أن لي إليك حاجة. فقال: اجلسي في أي طريق المدينة شئت أجلس إليك، ثم تذكرين لي ما تحتاجين، أنا أقضي حاجتك. هكذا قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذن هنا جلوس معها في طريق من طرق المدينة، هذا يدل على تواضعه صلى الله عليه وسلم وعلى كمال تواضعه. في حواش الشفاء أن اسمها أم زفر. أم زفر يعني ماشطة خديجة رضي الله عنها، هي التي تمشط يعني ماشطة، تسرح الشعر، التي امرأة تسرح الشعر، تدهن وهكذا، تستعمل الدهن وتفلي الشعر، تفتش القمل وهكذا. نعم، هذه ماشطة لخديجة رضي الله عنها، تخدم خديجة بالمشط. نعم، ثم ونوزع فيه هل هي أو غيرها، يعني اسمها هل هي. ثم قال: وقال في عقلها شيء كما بمسلم. في رواية مسلم هكذا: امرأة لماذا قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم هكذا، يعني هي مريضة في عقلها شيء من الخلل. لذلك ومع ذلك اعتبرها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما ردها، بل أمرها أن تجلس في طريق من طرق المدينة. طريق من طرق المدينة هو يعني يكون هناك الناس يمرون، ومع ذلك هم لا يلتفتون إليهما. لو أسرت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بحاجتها هو يودي يقضي هذه الحاجة. فإذا ما خلا رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذه الأمرأة، كذلك ما أمرها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تجلس في خلوة، بل في جانب حاشية طريق المدينة حتى يطلع عليها على أمرهما يعني الناس المارة في الطريق. نعم، لا يكون بينهما يعني سر إلا هذا الكلام. نعم، أي أريد إخفاءها عن غيرك. لذلك إن لي حاجة إليك، يعني أريد إخفاءها عن غيرك. ثم طريق من طرق المدينة قالوا: أجلس إليك معك.
حتى قضي حاجتك، فجلست وجلس معها حتى قضى حاجتها لسعادة حلمه وبراءته من الكبر. ثم في هذا الحديث إرشاد إلى أنه لا يخلو الأجنبي بالأجنبية، لا يخلو الأجنبي بالأجنبية، خلوة بالأجنبية بين الأجنبي والأجنبية، كذلك اختلاط بين الأجنبي والأجنبية، كذلك استقرار المرأة في بيتها، كذلك يعني الحجاب، كذلك سفرها داخل حوض جن ومثله، كل هذا يعني صارت أحكام غريبة لا تعرفها هذه الأمة. ماذا حال هذه الأمة؟ يعني هن بارزات في الأسواق والشوارع، كذا كذا في المكاتب، في الدواوين، يعني هن يمشين لا يستقررن في بيوتهن. الله سبحانه وتعالى أمر نساء المؤمنين أن يستقررن في بيوتهن، وأمر المؤمنين أن يخرجوا ويطلبوا من فضل الله سبحانه وتعالى، هذا للرجال وذاك للنساء، هذا في القرآن. مع ذلك هم يعني خالفوا، ماذا حالهم؟ ثم فإذا جلس رسول الله صلى الله عليه وسلم مع هذه المرأة، هذا دليل براءته من الكبر، دليل حلمه وتواضعه. بل إذا عرضت لها حاجة يجلس معها بموضع لا تهمت فيه، هذا الطريق لا تهمت فيه، ككونه بطريق المارة، أنه ينبغي للحاكم المبادرة إلى تحصيل أغراض ذوي الحاجات. فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم كان خلقه هكذا، ما سأله سائل قط إلا أصغى إليه فلم ينصرف حتى يكون هو الذي ينصرف، السائل ينصرف هكذا، وما تناول أحد يده قط إلا ناوله إياها فلا ينزعها حتى يكون هو الذي ينزعها منه. رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينزع يده، بل هذا الآخذ هو الذي ينزع، هكذا ينتظر، هذا يعني غاية التواضع. نعم. ثم وبه قال حدثنا علي بن حجر رضي الله عنه قال أخبرنا علي بن مسهر رضي الله عنه مسلم بن عن مسلم الأعور رضي الله عنه عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعود المرضى ويشهد الجنائز ويركب الحمار ويجيب دعوة العبد، وكان يوم بني قريظة على حمار مخطوم بحبل من ليف وعليه إكاف من ليف. عن أنس بن مالك رضي الله عنه وصف خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف كان يعود المرضى. يعود المرلى، هذا المرلى يعني مطلق ولو كان كفارا، لكن يرجى إسلامهم، ولو كان كفارا يرجى إسلامهم. ورد هناك أمثلة كثيرة لعيادة رسول الله صلى الله عليه وسلم مرلى الكفار، ثم أمرهم بالإسلام بقبول الإسلام. فقد عاد صلى الله عليه وسلم غلاما يهوديا كان يخدمه، فقعد عند رأسه وقال له أسلم، فنظر إلى أبيه وهو عنده فقال له أطع أبا القاسم فأسلم، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول الحمد لله الذي أنقذه من النار. نعم، لهذه الأمور كانت موالاته صلى الله عليه وسلم مع الكفار لأجل الدعوة، في جميع الأماكن هكذا يرى. نعم، ليس لمصلحة أخرى، يعني كلما سنح وقت يأمره بالإسلام، دعاه إلى الإسلام هكذا. وكذلك يعني عاد عمه فأرلى عليه الإسلام فلم يسلم. نعم،
إذن كان إذا عاد مريضا كافرا يعرض عليه الإسلام ويدعوه إليه، لذلك هذه الموالاة. ثم ويشهد الجنائز يعني يحضرها لتشييعها والصلاة عليها، سواء كانت لشريف أو ضيعها، المرلى يعني جميع المرلى، الجنائز جميع الجنائز هكذا. ثم ويركب الحمار، يركب الحمار يعني لا يتكبر من الركوب من ركوب الحمار، بل يركب الحمار أيضا. نعم. ثم تأسى به أكابر السلف في ذلك، هكذا قال إبراهيم الباجوري رحمه الله، أكابر السلف يقتدى برسول الله صلى الله عليه وسلم في ركوب الحمار، وهم يركبون الحمار. ويجيب دعوة العبد، لو دعاه عبد يجيب. وروى ابن مسعود ابن سعد كان يقعد على الأرض ويأكل على الأرض ويجيب دعوة المملوك، وذلك من مزيد تواضعه صلى الله تعالى عليه وسلم. ثم وكان يوم بني قريظة، يوم بني قريظة معناه يوم الذهاب إليهم لحربهم، وكان ذلك عقب الخندق، بعد أن رجعوا من الخندق لم يلبس أن حضر جبريل عليه الصلاة والسلام لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأمره بالخروج إلى بني قريظة. قالوا على حمار مختوم بحبل من ليف، يعني مجعول له ختام من ليف، ختام يعني زمام من ليف، هذا عليه إكاف من ليف، إكاف يعني بردوعة، وهو لذوات الحافر بمنزلة السرج للفرس، يعني يوضع على الدابة على متن الدابة شيء للجلوس، لو كان للحمار يسمى بإكاف، للراحل يعني للبعير، أن للناقة الذي يكون للفرس يسمى سرج. ثم ويؤخذ من الحديث أن ركوب الحمار ممن له منصب شريف لا يخل بمروءته، فإذا من له منصب شريف لو ركب الدراجة أو الدراجة النارية أو سيارة يعني قليلة الشأن رديئة الحال، لا يخل بمروءته بل يعد من تواضعه، هكذا. ثم وبه قال حدثنا واصل بن عبد الله الكوفي رضي الله عنه قال حدثنا محمد بن قليل رضي الله عنه عن الأعمش رضي الله عنه عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعى إلى خبز الشعير ولهالة السنخة ويجيب، ولقد كان له درع عند يهودي فما وجد ما يفكها حتى مات. كان النبي صلى الله عليه وسلم هذا أنس بن مالك رضي الله عنه يدعى إلى خبز الشعير، يعني رجل يعد خبز الشعير ثم يدعوه إليه يجيب، هذا خبز الشعير خبز رديء لأنه غير مصفى من قشر الشعير لذلك، نعم كما سبق. ثم فلهالة واللهالة السنخة، اللهالة السنخة ما معنى اللهالة؟ اللهالة يعني الدهن، اللهالة كل دهن يؤدم به أو الدسم الجامد، نعم دهن أو دسم يستعمل إدامة. السنخة يعني المتغيرة متغيرة الرائحة، تغيرت رائحته من طول المكس، إذن يكون هذا السنخة يعني الدهن أو هذا الدسم قديم، حتى تغيرت رائحته يدعى إليه ثم يأكل، نعم لا ينزعج بهذه الأشياء. ويؤخذ من ذلك جواز أكل المنتن من لحم وغيره حيث لا ضرر، ولقد كان له درع عند يهودي، ما هذا الدرع؟
هذا الدرع هي ذات الفضول، سبق أن ذكرنا دروع رسول الله صلى الله عليه وسلم. من هذا اليهودي أبو الشحم راهنها صلى الله عليه وسلم عنده على 30 صاعا من شعير اقتر لها منه أو اشتراها منه. ثم 30 صاع أو 20 صاع، ثم هكذا اختلاف. ثم بعد هذا يدل على تواضعه. ثم لماذا عامل اليهودية، لماذا راهنها عند اليهودي وقتر منه هذا الشعير، لما لم يقتر من صحابي؟ إنما عامل صلى الله عليه وسلم اليهودي وراهن عنده دون الصحابة لبيان جواز معاملة اليهود. هم أشد عداوة كما قال في القرآن، اليهود والذين أشركوا هم أشد عداوة، لذلك مع ذلك يجوز المعاملة معهم. ثم وجواز الرهن بالدين حتى في الحلر. نعم. وإن كان القرآن مقيدا بالسفر لكونه الغالب، يعني هذا جواز الدين ذكره القرآن مقيدا بالسفر، لكن مع ذلك يجوز الرهن في الحضر لتعليم هذا الجواز. مع ذلك حكمة أخرى، ولأن الصحابة رضي الله عنهم لا يأخذون منه رهنا ولا يتقاضون منه ثمنا، فإذا ما أحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا يتقاضى منه الثمن، بل أراد أن يعطي الثمن فيما بعد عندما يتيسر، حاليا يعطي رهنا، فعدل إلى اليهودي لذلك. نعم. ثم من فك هذا الرهن وافتكها بعده أبو بكر رضي الله عنه، أو يعني علي رضي الله عنه. ثم فهذا أيضا يدل على تواضعه، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم يرهن درعه يجري 20 أو 30 ساع من شعير. ثم وبه قال حدثنا محمود بن غيلان رضي الله عنه قال حدثنا أبو داود الحفري رضي الله عنه سفيان رضي الله عنه الربيع بن صبيح رضي الله عنه يزيد بن أبانا رضي الله عنه أنس بن مالك رضي الله عنه قال حج رسول الله صلى الله عليه وسلم على راحل رث وعليه قطيفة لا تساوي 4 دراهم، فقال اللهم اجعله حجا لا رياء فيه ولا سمعة. هذا حديث آخر يرويه أنس رضي الله عنه، حج رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي حج هذا؟ حجة الوداع. نعم. على الراحل الرث معناه يعني بال قديم. نعم. الراحل للجمل، نعم، كالسرج للفرس. وعليه قطيفة، على الراحل كساء له خمل، هذا قطيفة. ثم لا كم قيمتها؟ لا تساوي 4 دراهم بل أقل منه، هذا أيضا رديء. هذه القطيفة أيضا كانت رديئة جدا. نعم. يدل على تواضعه سبحانه وتعالى رضي الله صلى الله عليه وسلم. نعم. ثم بعد ذلك هكذا دعا عند الإحرام، اللهم اجعل حجي حجا، اجعله حجا يعني اجعل حجي حجا لا رياء به ولا سمعة. ما معنى الرياء والسمعة؟ الرياء أن يعمل ليراه الناس، هذا معنى الرياء، رجل يعمل عملا ليراه الناس. السمعة هو يعمل يعني خفية ثم يتحدث بذلك ليسمعه الناس. السمعة يعني إبلاغ الناس كيف بالسماع. نعم. يسمعهم بعد أن عمل خفية، يسمعهم يكلمهم، هذا أما الرياء يعني تبليغ الناس بالإراءة، هكذا فرق بين الرياء والسمعة، كلاهما في الاسم سواء. نعم.
ثم وبه قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن رضي الله عنه قال أخبرنا عفان رضي الله عنه قال أخبرنا حماد بن سلمة رضي الله عنه حميد رضي الله عنه أنس بن مالك رضي الله عنه قال لم يكن شخص أحب إليهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وكانوا إذا رأوه لم يقوموا لما يعلمون من كراهته لذلك. هذا أنس رضي الله عنه. نعم لم يكن شخص أحب إليهم من رسول الله, يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب إلى الصحابة على الإطلاق. ينبغي أن يكون هكذا عند المؤمنين, عند كل مؤمن. من هو الأحب على الإطلاق؟ هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم لماذا؟ لأنهم أنقذهم من الضلالة وهداهم إلى السعادة. هذا ذكر يعني سببا واحدا, لكن هذا فصل هذا الأمر ابن حجر الأسقلاني رحمه الله في فتح الباري شرح البخاري. نعم قال وجد في رسول الله صلى الله عليه وسلم, توافر في رسول الله صلى الله عليه وسلم الجمال الظاهر والجمال الباطن. الجمال هو سبب المحبة, اجتمع فيه الجمال الكامل بشكل كامل باطنا وظاهرا, لذلك صار أحبا. ما شاء الله. ثم فصله تفصيلا. نحن لسنا بصدد التطويل. نعم لذلك أشير بقلب. ثم قال يعني أنس رضي الله عنه كانوا إذا رأوه لم يقوموا لما يعلمون من كراهته لذلك. هذا يدل على تواضعه. إنما كرهه تواضعا وشفقة عليهم وخوفا عليهم من الفتنة إذا أفرطوا في تعليمه. يعني هو يخاف عليهم من الفتنة. لماذا؟ ممكن وهم يفرطون في التعليم. نعم ليس كل بل يعني واحد منهم هكذا يخطئ. ثم ومع ذلك كان لا يكره قيام بعلهم لبعل, وذلك قال قوموا لسيدكم. من سيد؟ عندما قدم سعد بن معاذ سيد اللوس رضي الله عنه أمر الحاضرين أن يقوموا لسعد بن معاذ وقال له يعني ولقبه بالسيد قوموا لسيدكم. فإذا هذا القيام صار مشروعا. ومع ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم يكره, نعم لا يحب هذا القيام. نعم الذي يقام لأجله ينبغي أن يكون هكذا, هو يكره. الناس يقومون هو يكره ولا يحب. نعم ثم ورد في حديث ثبت في حديث أن الصحابة كانوا يقومون, وقد ورد أنهم قاموا لرسول الله صلى الله عليه وسلم هكذا أيضا ثبت أنهم قاموا. فإذا كيف يتناقل يعني هنا تناب تعارض. فإذا كيف هذا التوفيق بين الحديثين؟ التوفيق أنهم أراد يعني إذا رأوه من بعد غير قاصد لهم لم يقوموا له, وليس قاصدا لرسول الله بل رأوه من بعد لا يقومون. فإذا لو قدم دخل عليهم قصد لهم قرب منهم يقومون هكذا أحسن منه. ليس هذا أحسن بل يعني هناك حمل آخر توفيق آخر, أو أنه إذا تكرر قيامه وعوده إليهم لا يقومون. لو تكرر قيامه وعوده إليهم لا يقومون فلا ينافي أنه إذا قدم عليهم أولا قاموا, فإذا انصرف عنهم قاموا. عند القدوم عند الانصراف مرة مرة يقوم, عند التكرر عند العود لا يقوم. هذا هكذا مرة قام أو مرة ما قام هكذا في بعض الأحيان يتركون. ممكن وأظهر الكراهية للقيام لأجل ذلك يتركون لا بأس. على كل حال تعليما للشريف يشرع يسن القيام. نعم
للوالدين للعلماء للأساتذة والسادات هكذا. نعم، من له شرف ديني فقط، أما من له شرف دنيوي من مال ومنصب يكره له القيام. نعم. ثم وبه قال حدثنا سفيان بن وكيع رضي الله عنه قال حدثنا جميع بن عمر بن عبد الرحمن الإجلي رضي الله عنه قال حدثني رجل من بني تميم من ولد أبي هالة زوج خديجة رضي الله عنهما يكنى أبا عبد الله عن ابن لأبي هالة عن الحسن بن علي رضي الله عنه قال سألت خالي هند بن أبي هالة رضي الله عنه وكان وصافا عن حلية النبي صلى الله عليه وسلم وأنا أشتهي أن يصف لي منها شيئا، فقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم فخما مفخما يتلألأ وجهه تلألؤ القمر ليلة البدر، فذكر الحديث بطوله. قال الحسن فكتمتها الحسين زمانا ثم حدثته ووجدته قد سبقني إليه، فسأله عما سألته عنه وجدته قد سأل أباه عن مدخله وعن مخرجه وشكله فلم يدع منه شيئا. قال الحسين رضي الله عنه فسألت أبي عن دخول رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال كان إذا أوى إلى منزله جزأ دخوله ثلاثة أجزاء، جزءا لله عز وجل وجزءا لأهله وجزءا لنفسه، ثم جزأ جزءه بينه وبين الناس فيرد ذلك بالخاص على العامة ولا يدخر عنهم شيئا. وكان من سيرته في جزء الأمة إيثار أهل الفضل بإذنه وقسمه على قدر فضلهم في الدين، فمنهم ذو الحاجة ومنهم ذو الحاجتين ومنهم ذو الحوائج، فيتشاغل بهم ويشغلهم فيما يصلحهم الأمتا والأمة فيما يصلحهم والأمة من مساءلتهم عنه وإخبارهم بالذي ينبغي لهم، ويقول ليبلغ الشاهد منكم الغيبا وابلغوني حاجة من لا يستطيع إبلاغها، فإنه من أبلغ سلطانا حاجة من لا يستطيع إبلاغها ثبت الله قدميه يوم القيامة ولا يذكر عنده إلا ذلك، ولا يقبل من أحد غيره، يدخلون روادا ولا يفترقون إلا عن ذواق، ويخرجون أدلة يعني على الخير. قال فسألته عن مخرجه كيف كان يصنع فيه، قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخزن لسانه إلا بما يعنيه ويؤلفهم ولا ينفرهم، ويكرم كريم كل قوم ويوليه عليهم ويحذر الناس ويحترس منهم من غير أن يطوي أن أحد منهم بشره وخلقه، ويتفقد أصحابه ويسأل الناس عما في الناس، ويحسن الحسن ويقوي ويقبح القبيح ويوهيه، معتدل الأمر غير مختلف لا يغفل مخافة أن يغفل أو يميل، لكل حال عنده اعتاد لا يقصر عن الحق ولا يجاوزه، الذين يلونه من الناس خيارهم أفضلهم عنده وأعمهم نصيحة وأعظمهم عنده منزلة أحسنهم مواساة ومؤازرة. قال فسألته عن مجلسه فقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقوم ولا يجلس إلا على ذكر، فإذا اندهى إلى قوم جلس حيث ينتهي به المجلس ويؤمر بذلك، يعطي كل جلسائه بنصيبه، لا يحسب جليسه أن أحدا أكرم عليه منه، من جالسه وفاوضه في حاجة صابره حتى يكون هو المنصرف عنه، فمن سأله حاجة لم يرده إلا بها أو بميسور من القول. قد وسع الناس بسطه وخلقه فصار لهم أبا وصاروا عنده بالحق سواء، مجلسه مجلس علم وحلم وحياء وأمانة وصبر، لا ترفع فيه الأصوات ولا تؤبن فيه الحرم ولا تثنى فلتاته، متعادلين بل كانوا يتفاضلون فيه بالتقوى، متواضعين يوقرون فيه الكبيرة ويرحمون فيه الصغيرة، ويوثرون ذا الحاجة ويحفظون الغريبا.
ده حديث طويل جدا نعم. فإذن هذا سند يعني أنبأنا رجل من بني التميم، هذا الرجل من ولد أبي هالة. من هذا أبو هالة؟ زوج خديجة رضي الله عنها. يكنى أبا عبد الله، هذا كنية من؟ هذا كنية ذلك الرجل من بني تميم من ولد أبي هالة. فإذن هذا الرجل يكنى بأبي عبد الله، وهذا الرجل يروي هذا الحديث عن أبي هالة، أبو عن ابن أبي هالة، هو يروي عن ابن أبي هالة. ثم إذن من ولد أبي هالة، هذا صفة لبني تميم. أنبأنا رجل من بني تميم من ولد أبي هالة، فإذن من بني تميم يعني من جهة الآباء، ثم من ولد أبي هالة من جهة الأمهات، هذا الرجل من ولد أبي هالة زوج خديجة. يكنى أبا عبد الله عن ابن أبي هالة عن الحسن ابن علي قال سألت خالي هند ابن أبي هالة. نعم، لأن هند ابن خديجة، فإذا هو أخ لفاطمة. نعم، كان وصافا عن حلية رسول الله صلى الله عليه وسلم. لماذا سأله؟ لأنه وصافا عن حلية رسول الله صلى الله عليه وسلم. حلية يعني صفة، يعني صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم فأنا أشتهي أن يصف لي منه شيئا، يعني أنا أشتاق إلى أن يصف لي من حلية رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا شيئا عليما. تنوي للتعليم. نعم، شيئا عليما ليس شيئا صغيرا. هذا حديث قد سبق في الكتاب. إذن هو قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم فخما مفخما، يعني شريفا في نفسه، عليما في نفسه، وكذلك عليما عند الناس. من لا يريد أن يعلمه هو أيضا يعلم، لا يستطيع أحد أن لا يعلمه. هذا معنى قوله مفخما معلما عند الخلق، لا يستطيع أحد أن يعلمه وإن حرص على ترك تعليمه. ممكن هو يريد أن يترك تعليمه لكن لا يستطيع، يعني عاليا هو يعلم. يتلولى وجهه تلولى القمر ليلة البدر، فذكر الحديث، هذا حديث طويل قد سبق. قال الحسن رضي الله عنه كتمتها على الحسين زمانا. لماذا كتم؟ هذا ليس هذا من كتم العلم المذموم، بل إنما كتمه عنه ليختبر اجتهاده في تحصيل العلم بحلية جده، أو لينذر سؤاله عنها، فإن التعليم بعد الطلب أثبت وأرسخ في الذهن. فإذن هو كان ينذر أن يطلب أن يسألها، لأجل ذلك كتم، يعني أراد أن لا يذكر له بدون سؤال. فإذن كان ينذر سؤاله، فكذلك كان ينذر اجتهاده، يختبر اجتهاده هكذا. ثم حدثته، فإذن هو لا يسأل، فإذن هو أراد أن يحدث لئلا يكون كتما للعلم مذموما. نعم، فوجدته قد سبقني إليه. عندئذ أنا عرفت يعني سبب عدم سؤاله، هو سبقني بهذا، يعني هو سبقني بهذا وزاد أيضا، فسأله عما سألته عنه، ووجدته قد سأل أباه. من هذا؟ أسأل عليا رضي الله عنه عن مدخله ومخرجه وشكله، عن مدخله، مدخل مخرج، كلاهما مصدر ميمي يصلح للزمان والمكان، يكون المراد هنا الزمان، والمعنى أنه سأل أباه، يعني سأل علي رضي الله عنه عن حال رسول الله صلى الله عليه وسلم وصفته في زمن دخوله في البيت وخروجه من البيت، كذلك سأل عن شكله، يعني هيئته وطريقته الشامل لمجلسه. نعم،
قال الحسين ثم فصل هذا، فسألت أبي عن دخول رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني عن مدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال يعني علي رضي الله عنه قال كان إذا أوى إلى منزله جزع دخوله ثلاثة، يعني جزع دخوله يعني قسم زمن دخوله، كم وقتا يكون في بيته ينظر، ثم يجزئ هذا الوقت الذي يبقى في بيته ثلاثة أجزاء، جزء لله تعالى معناه لعبادة الله والتفكر في مصنوعاته هكذا مخلوقاته وآياته وآلائه، ثم جزء لأهله يعني لمؤانسة أهله ومعاشرتهم، لذلك جزء ثاني، ثم جزء ثالث لنفسه، لنفسه يعني لنفع نفسه، فيفعل به ما يعود عليه بالتكميل الأخروي والدنيوي، هكذا ثلاثة أجزاء. ثم ماذا يفعل؟ هذا هو مهم جدا، ثم الذي يفعل هو مهم جدا، الذي جعل الجزء الذي جعله لعبادة الله لا ينقص منه شيئا، الجزء الذي جعل لأهله لا يقل منه شيئا، بل الجزء الذي جعله لنفسه يجزئ مرة أخرى، ثم جزأ جزءه بينه وبين الناس، هذا الجزء الذي جعله لنفسه هذا الذي يجزئ الجزئين، جزء لنفسه وجزء للناس يعني للزوار، بينه وبين الناس. فإذا ننظر يعني اهتمام رسول الله صلى الله عليه وسلم بعبادة الله وبمعاشرة أهله، لا يقل منه شيء. ثم فيرد بالخاصة على العامة، ثم بعد ذلك هذا الجزء ماذا يفعل؟ يرد بالخاصة على العامة، يعني ذلك الجزء الذي جعل للناس بسبب خاصة الناس وهم أغلوه وفاضل الصحابة الذين كانوا يدخلون عليه في بيته كالخلفاء الأربعة على عامته، فإذا بواسطتهم يرد على عامتهم هكذا ولا يدخر عنهم شيئا. وكان من سيرته في جزء الأمة إيثار أهل الفضل بإذنه وقسمه، يعني وهو يؤذن لهم بالتقدم والإفادة وإبلاغ أحوال العامة وقسمه، يعني على قدر فضلهم في الدين، على قدر فضلهم في الدين، فمنهم ذو الحاجة يقدم، ومنهم ذو حاجتين، ومنهم ذو الحوائج هكذا فيتشاغل به، يعني الذي عنده حوائج كثيرة يقدمه هكذا، ومنهم ذو الحوائج فيتشاغل بهم ويشغلهم بما يصلحهم والأمة، يشغلهم يشغل الأفاضل أكابر من الصحابة في أي شيء فيما يصلحهم ويصلح الأمة، أن أي شيء من مسألتهم عنه، ويخبارهم بالذي ينبغي لهم يخبرهم، ويقول ثم أخيرا يقول لهؤلاء الداخلين الحاضرين ماذا يقول لهم؟ ليبلغ الشاهد منكم الغيبة، يأمرهم بالتبليغ، هؤلاء خاصة أفعال الأكابر الصحابة، يأمرهم بأن يبلغوا هذه الأمور إلى العامة، نعم، من وراءهم، ثم وابلغوني، ثم كان يأمره بأي شيء بإبلاغ حاجة الناس إليه على العكس إليه. فإذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرهم بأمرين، بتبليغ هذه الأمور التي قال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عامة الصحابة إلى سائر الناس، كذلك يبلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم حاجة الناس، يعني على العكس أيضا، بلغوني حاجة من لا يستطيع بلاغها، فإنه من بلغ سلطانا حاجة من لا يستطيع بلاغها ثبت الله قدميه يوم القيامة على الصراط المستقيم. لماذا؟ هو استعمل قدميه هنا في الدنيا لإبلاغ حاجة من لا يستطيع إبلاغها إلى السلطان،
سعى بهما في حاجة الآخر، لذلك ثبت الله. هذا مقابلة. نعم، ثبت الله قدمي يوم القيامة لا يذكر عنده إلا ذلك. نعم، لا يذكر عنده إلا ذلك، يعني لا يحكى عنه إلا ما ذكر ممن ينفعهم في دينهم أو دنياهم دون ما لا ينفعهم في ذلك، كل ما أمور المباحة التي لا فائدة فيها. هذا لا، بل يعني هذا المذكور يذكر عنده مما يفيدهم دينا ودنيا، ولا يقبل منهم من أحد غيره. نعم، لا يقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحد غير هذا الأمر، يعني ما يعنيه، لا يقبل منهم من أحد منهم ما لا يعنيهم. هكذا ثم يدخلون ربادا، يدخلون ربادا ذم رائد. وأنا رائد من يتقدم القوم لينظر لهم الكرية. المراد هنا كابر الصحبي الذين يتقدمون بالدخول عليه في بيته ليستفيدوا منه ما يصلح أمر الأمة. هكذا يعني روادا، يعني قوادا سادة أمراء يدخلون، يعني نوابا عن سائر الأمة يدخلون أو يدخل قوم. فلا يفترقون إلا عن ذواق، إلا عن ذواق، ذواق يعني الطعام، مذوق من الطعام. هنا المراد يعني العلماء حملوه على العلم والأدب، فالمعنى لا يفترقون من عنده إلا بعد استفادة علم وخير، ثم يخرجون أدلة يعني على خير، يخرجون أدلة على الخير. قال فسألته، قال حسن رضي الله عنه هكذا، قال علي رضي الله عنه عن دخوله، عن دخول رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم عندما انتهى منه سأله عن خروج رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسألته عن مخرجه كيف كان يصنع به، قال يعني عن وقت خروجه ماذا يفعل، كيف يفعل. قال علي رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخزن لسانه إلا فيما يعنيه، يخزن يعني يمسك لسانه لا ينطق إلا فيما يعنيه، ويؤلفهم ولا ينفرهم ولا يكرههم ولا يكرههم ولا ينفرهم، ويكرم كريم كل قوم ويوليه عليهم، يجعل الكريم واليا عليهم، يجعل كريم كل قوم، شريف كل قوم واليا أميرا عليهم. لماذا؟ يكون مطوعا يطيعه الناس، ويحذر الناس ويحترس منهم من غير أن يطوي عن أحد منهم بشره وخلقه، يحترس منهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، يحترسوا أو يحترزوا بالزاية معناه يحتفظ منهم من غير أن يتبيع عن أحد منهم بشره وخلقه، بل يعم الجميع بشره وخلقه، ويتفقد أصحابه يعني عن حاجاته وأحواله، ويسأل الناس عما في الناس، يسأل الناس عن أمور الناس ماذا فيهم، فإذا لو وجد حسنا يحسنه الحسنة، ويقبيه يؤيده أيضا، ثم يقبح القبيح يعني عند السؤال لو أخبر عن قبيح في الناس يقبح يقول هذا قبيح، ثم يوخيه يعني يضعفه، ثم معتدل الأمر غير مختلف. هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم على اعتدال تام من غير اعوجاج ولا اختلاف، ولا يغفل مخافة أن يغفل ويميل. نعم، لا يغفل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن تذكيرهم وتعليمهم. لماذا؟ لو غفل هم يغفلوا، يعني هم يغفلون ويميلون يعني عن سواء الطريق، لذلك لا يغفل عن التعليم والتهذيب والتذكير. ثم لكل حال عنده عتاد، لكل حال عنده يعني عتاد، عتاد معناه شيء معد له، فكان يعد للأمور أشكالها ونظائرها، مثلا كآلة الحرب وغيرها. نعم، هكذا عتاد، لا يقصر عن الحق ولا يجاوزه الذين يلونهم من الناس،
خيارهم وافضلهم، لا يجاوز لا يجاوز الحق الذين لا يجاوز الحق لا يقصر عن الحق ايضا، ثم الذين يلونه من الناس، يعني الذين يلون من ولا يلي، يعني بمعنى قرب يقرب، الذين يقربون من رسول الله صلى الله عليه وسلم خيارهم، يعني الذين يلونه من الناس خيارهم، أفضلهم عنده أعمهم نصيحة، أعلمهم عنده منزلة، يعني أحسنهم كذلك أفضلهم عنده أعمهم نصيحة، هكذا جملة جملة، الذين يلونه من الناس خيارهم، ثم أفضلهم عنده أعمهم نصيحة، أعلمهم عنده منزلة، أحسنهم مواساة ومواظرة، مواظرة يعني هذا يعني المعونة والنصرة، قال فسألته عن مجلسه، قال يعني قال الحسن حسين رضي الله عنه فسألته عن مجلسه، سألت علي رضي الله عنه عن مجلسه، مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال علي رضي الله عنه، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا بيان المجلس يعني من جملة ما سأل من شكل رسول الله صلى الله عليه وسلم وهيئته وأحواله، نعم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقوم ولا يجلس إلا عن ذكرين، لو قام يقوم على ذكر، لو جلس يجلس على ذكر، هكذا. وإذا انتهى إلى قوم جلس حيث ينتهي به المجلس، أين انتهى المجلس؟ يجلس هناك، ثم ويأمر بذلك، ويأمر بجلوس بالجلوس حيث ينتهي به المجلس، هكذا يعطي كل جلسائه بنصيبه يعني حقه، لا يحسب جليسه أن أحدا أكرم عليه منه نعم أكرم عليه منه من الجليس، كل يظن أنه أكرم عليه على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأكرم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم يعطي لكل جليس حقه، فإذا يكرمه يكرمه، فكل يشعر أنه أكرم على رسول الله بسبب إكرامه له، ثم من جالسه وفاوله في حاجة صابره، رسول الله صلى الله عليه وسلم يصبر يعني يغلب في الصبر، غلبه في الصبر على المجالسة أو المكالمة، فلا يبادر بالقيام من المجلس، ولا يقطع الكلام، ولا يظهر الملل والسآمة، هكذا نعم يصبر يعني يغلب الصبر حتى يكون هو المنصرف عنه، يعني من جالسه هو الذي ينصرف، رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يبدأ بالانصراف، ومن سأله حاجة لم يرده إلا بها، يعني لو استطاع أن يقضي هذه الحاجة يقضيها، أو بميسور من القول، أو يقول معروفا من القول، يعني قد وسع الناس بسطه وخلقه، فصار لهم أبا، كأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا لجميع الناس، هذا ببسطه وخلقه، ثم صاروا عنده في الحق سواء، مجلسه مجلس حلم وحياء وأمانة وصبر، نعم لا ترفع فيه الأصوات، بل يعني كلهم ساكتون، نعم أصحابه لا يرفعون الأصوات يعني في حضرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا تؤبنوا يعني لا تعابوا، لا تؤبنوا فيه الحرم، حرم جمع حرمة، الحرمة لا تعيب ولا تعاروا، هكذا يعني لا يعيب أحد حرمة آخر، هكذا ولا تسنى فلتاته يعني لا تشاع ولا تنشر، فلتات يعني حفوات الناس، حفوات المجلس، لو وقع من واحد منهم حفوة يعني كلام فارغ لغو، هذا لا ينشر فيما بعد، يعني الناس يعرضون عن هذه اللفتات والحفوات، هكذا
متعادلين كل يعني متعادل متساوي بل كانوا يتفاضلون فيه بالتقوى فقط متواضعين يوقرون فيه الكبير ويرحمون فيه الصغير هكذا نعم ثم ويوزرون ذا الحاجة ويحفظون الغريب الله نعم يوزرون ذا الحاجة يعني يقدمونه على أنفسهم في تقريبه للنبي صلى الله عليه وسلم ليقضي حاجته منه ويقرب الآخر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم هكذا يحفظون الغريب معناه أن المراد الغريب من الناس كما هو المفلمان يحفظون حقه وإكرامه لغربته نعم كذلك يحفظون يعني الغريب الغريب من المسائل فالمعنى يحفظونه بالضبط والاتقان خوفا من الضياع هكذا نعم الله ثم وبه قال حدثنا محمد بن عبد الله محمد بن عبد الله بن بزيع رضي الله عنه قال حدثنا بشر بن المفضل رضي الله عنه قال حدثنا سعيد رضي الله عنه قتادة رضي الله عنه انس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو هدي الي كراع لقبلت ولو دعيت عليه لاجبت نعم كراع نعم كراع كراع الشاة وكراع الدابة ومستدق الساق من الرجل نعم ومن حد الرسغ من اليد هكذا ثم يعني هذا شيء قليل ومع ذلك يقبل لو دعي يجيب هكذا وبه قال حدثنا محمد بن بشار رضي الله عنه قال حدثنا عبد الرحمن رضي الله عنه قال حدثنا سفيان رضي الله عنه محمد بن المنكدر رضي الله عنه جابر رضي الله تعالى عنه قال جاءني رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس براكب بغل ولا برذون يعني ولا براكب برذون بل ماشيا نعم يعني ذهب إليه ماشيا برذون ما هو وهو الفرس العجمي وفي المغرب هو التركي من الخيل نعم فإذن المراد أن الركوب ليس عادة مستمرة له فلا ينافي أنه ركب في بعض المرات نعم هكذا كان يمشي أيضا يمشي معه أبو بكر رضي الله عنه أيضا ثم وبه قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن رضي الله عنه قال أخبرنا أبو نعيم رضي الله عنه قال حدثنا يحيى بن أبي الهيثم العطاري رضي الله عنه قال سمعت يوسف بن عبد الله بن سلام رضي الله عنه قال سماني رسول الله صلى الله عليه وسلم يوسفا وأقعدني في هجره ومسى على رأسي نعم هذا يوسف بن عبد الله بن سلام يقول سماه رسول الله صلى الله عليه وسلم يوسف كذلك أقعده في هجره ومسح على رأسه هذا من تواضع رسول الله صلى الله عليه وسلم حجر بفتح الهاء هكذا ذكر إبراهيم الباجوري لكن هنا ضبط بالحجر في هجره أرانا المراد به هجر الصوب وهو طرفه المقدم منه نعم لأن الصغير يوضع فيه عادة ثم فإذا هذا يوسف بن عبد الله بن سلام هو صحابي من صغار الصحابة لأجل قوله أنه أجلسه في هجره ومسح رأسه هكذا يعني تبريكا له هذا مسح لأجل التبريك نعم ثبت في كثير من الأحاديث تبريك رسول الله صلى الله عليه وسلم
أولاد الصحابة، لذلك يحملون إليه. ثم وبه قال حدثنا إسحاق بن منصور رضي الله عنه قال حدثنا أبو داود الطيالسي رضي الله عنه قال أنبأنا الربيع وهو ابن صبيح رضي الله عنه قال حدثنا يزيد الرقاشي رضي الله عنه يزيد الرقاشي أن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم حج على راحل رس وقطيفة كنا نرى ثمنها أربعة دراهم فلما استوت به راحلته قال لبيك بحجة لا سمعت بها ولا رياء. نعم، هذا حديث قد سبق في نفس الباب بلفظ آخر. نعم. رقاشي بتخفيف القاف يزيد الرقاشي. ثم وبه قال حدثنا إسحاق بن منصور رضي الله عنه قال حدثنا عبد الرزاق رضي الله عنه قال حدثنا معمر رضي الله عنه عن ثابت البناني رضي الله عنه وعاصم الأحول رضي الله عنه أن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رجلا خياطا دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقرب منه ثريدا عليه دباء قال فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأخذ الدباء وكان يحب الدباء. وقال ثابت رضي الله عنه فسمعت أنس رضي الله عنه يقول فما صنع لي طعام أقدر على أن يصنع فيه دباء إلا صنع. هذا رجل خياط دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا أجاب لا ينظر إلى أنه خياط. ثم بعد ذلك قربه سريد، سريد يعني خبز مسرود يعني مخلوط بمرق اللحم. كان على السريد دباء هكذا دباء أو دباء واليقطين القرع كما سبق كان يحب. ثم بعد ذلك أنس رضي الله عنه عندما يصنع له الطعام لو كان قادرا أن يجعل الدباء يصنع الدباء. نعم، على محبة لما أحبه رسول الله صلى الله عليه وسلم. لماذا هذا؟ محبة لما أحبه رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، فهذا من محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هكذا كانت محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم. في كتاب الشفاء لتعريف المصطفى صلى الله عليه وسلم للإمام قليلية كثير من أمثلة هذه المحبة. هذا كتاب الشفاء يعني كبير عظيم الشأن في تعريف المصطفى صلى الله عليه وسلم. نعم. ثم وبه قال حدثنا محمد بن إسماعيل رضي الله عنه قال حدثنا عبد الله بن صالح رضي الله عنه قال حدثني معاوية بن صالح رضي الله عنه عن يحيى بن سعيد رضي الله عنه عن عمرة رضي الله عنه قالت عمرة رضي الله عنها قالت قيل لعائشة رضي الله عنها ماذا كان يعمل رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته؟ قالت كان بشرا من البشر يفلي ثوبه ويحلب شعره ويخدم نفسه. نعم، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم بشر من البشر مع أنه رسول الله مع أنه أفضل الرسل، فإذا هو يفعل في بيته ما يفعل سائر الناس. ماذا؟ ثم ذكر أمثلة. إنما ذكرت ذلك تمهيدا لما تذكره بعد الذي هو محط الجواب ودفعت بذلك ما رأته من اعتقاد الكفار أنه لا يليق بمنصبه أن يفعل ما يفعله غيره من العامة، وإنما يليق أن يكون كالملوك الذين يترفعون عن الأفعال العادية تكبرا. إذن هي نفت هذا الاعتقاد عن الملموم. نعم، يعني اعتقاد الكفار في زين الأنبياء مذكور في القرآن، مثاله هذا نبي يعني يأكل ويشرب يمشي في الأسواق، النبي هكذا ماذا حاله؟ مثاله هكذا بناء على اعتقادهم الباطل. فإذا ردت عائشة رضي الله عنها
هذا الاعتقال الباطل بقوله كان بشرا من البشر ثم يفلي ثوبه يعني يفتش ثوبه يفلي ثوبه يفتش ثوبه لماذا ليلتقط ما فيه مما علق به من نحو الشوك أو ليرقع ما فيه من نحو خرق هكذا يفتش ثم كذلك يحلب شعرته يأخذ نفسه ماذا يفعل يعمل ما يعمل الرجال في بيوتهم نعم يسن للرجل خدمة نفسه وأهله لما في ذلك من التواضع وترك التكبر الحمد لله نعم ثم بعده باب ما جاء في خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم وصلى الله نختم بهذا أنا تواصل إن شاء الله فيما بعد وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم العشر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر